منجم الفحم بالقنادسة هذا الإرث التاريخي الهام الذي ساهم في تطوير دولة الاستعمار آنذاك اقتصاديا ها هو اليوم يعاني الإهمال، وكان الزمن كفيلا بأن يمحو المنجم شيئا فشيئا بفعل التخريب والسرقة. خلوها هكا أصيالو فارجة حاسك يقيسوا فيه لديتريتيس يقيسوا فيه الصوالح ويهضروا ميم الحجرة فيكم بني كاينة بنتروها إهمال وتلا يسرقوا منها الحديد يمشيوا يبيعوا البزاوز وما كانش يزعمك فيه رعاية ولا احنا ماذا بي لوكالي يعني يعطيو هاد اللي متكد بالثقافة يعطيو مثلا اللي يحتفظ على هاد شوية اللي راه باقي الجزء هذه اللي راه باقي. منجم حتى ولم يستفد منه اقتصاديا كان يستطيع أن يكون رمزا سياحيا بمنطقة القنادسة لو أحسن استغلاله. ويمكن أن يستغل كذلك بيدير وضع سياج على هذا الأكوام الفحم الحجري حتى يجي الزوار يستغل البلدية تكون عندها مداخل يجي يزوروه ويشوفوا الأثار نتاعه من المطار المنجمية. ماذا بنا وضع مشروع استعجالي بوضع سياج على جانب هذه الاثار المنجميه المتواجده على مستوى بلديه القنادسه التي كانت تزخر انذاك كانت منطقه اقتصاديه على مستوى الجنوب الغربي، ولكن للاسف الشديد اليوم راها تقريبا ولات اشباح. احنا ماذا بنا نستغلوا ومن هذا المنبر نستدعي او نرحب بجميع المستثمرين اللي بغى يجي يستغلوا هذا المكان. منجم الفحم بالقنادسة يعد ارثا تاريخيا ورمزا من رموز الثورة التحريرية، غير انه اليوم يعاني جراء الاهمال والتخريب ما يتطلب من السلطات الوصية التكفل به واستغلاله.